سلبنا علي الناس عن ذكرنا وقلعة حماد عن مجدنا. يجيبك ابن حمديسة في الخالدين، يجيبك ابن حمديسة في الخالدين، ويصنع قوافيه من وحينا، وتنبئك عائشة العمارية الشاعرة، وتنبئك عائشة كيف كانت ترق وتقسو على بعضنا. عائشة العمارية من أشهر الشاعرات النساء في دولة بني حماد، لا شعر رقيق إلى جانب أهاجها اللاذعة كقولها في رجل أصلع تقدم لخطبتها: عذيرية من عاشق أصلع، قبيح الإشارة والمنزع، برأس حويج إلى صفعة، ووجه حويج إلى برقع. وتنبئك عائشة كيف كانت ترق وتقسو على بعضنا، وتذكر بجاية أحلافنا وأسطولنا الضخمة يغزو الدنا. وتذكر بجاية أحلافنا وأسطولنا الضخمة يغزو الدنا. وفي القصر تختال بلارات تشيع الضياء وتفشي السنا. قصر بلارة تصاهر فيها الدهاء والجمال، تصاهر فيها الدهاء والجمال، فضم انصهارهما شملنا. بلارة بنت الشاعر تميم بن معز بن بديس، وإليها ينسب قصر بلارة بالقلعة، وقد أبدع في وصفه عبد الجبار بن حمديس الصقلي، وكانت بلارة سببا لمصاهرة سياسية ناجحة لما توفر فيها من دهاء سياسي وجمال، فجمعت بين الصنهاجيين بالمهدية وبين بني حماد ببجاية، وكونوا نوعا من كونفدرالية. تصاهر فيها الدهاء والجمال، فضم انصهارهما شملنا، وأعلت بجاية هام الجزائر علما، وشادت سروح الهنا، وبار ابن تسعين فيها النصارى، وبار ابن تسعين فيها النصارى، فأفحم من لاحقوا ظلنا. جادل عبد الحق ابن تسعين النصارى فغلبهم، وبار ابن تسعين فيها النصارى فأفحم من لاحقوا ظلنا، وأرقامنا العربية مالت، وأرقامنا العربية مالت، أوروبا العجوز لها طوعنا. انطلقت الأرقام العربية من بجاية إلى أوروبا، وأرقامنا العربية مالت، أوروبا العجوز لها طوعنا. وكان أبو مدين والثعالبي هنا يرفعان البنا. الشيخ أبو مدين شعيب بن حسين دفين سلمسان من مواليد بجاية، وكذلك الشيخ عبد الرحمن الثعالبي من مواليد بجاية كذلك، رحمهم الله ورضي عنه. وأرقامنا العربية مالت، أوروبا العجوز لها طوعنا. وكان أبو مدين والثعالبي هنا يرفعان البنا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابحه من حنايا الجزائر.